للمزيد من المتابعه عبر الهاتف بينضم الينا الدكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا. دكتور محمود برحب بيك وطبعا الف الف مبروك على هذا النجاح. مساء الخير ومساء الخير على حضرتك وعلى كل مستمعينك ومشاهدينك الكرام يا فندم. اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا فندم. هذا النجاح نجاح جامعه طنطا في اجراء اول عمليه جراحيه في مستشفى الجراحات الجديد، لو حضرتك تحكي لنا عنه تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه مستشفى الجراحات الكبرى في جامعه طنطا هي احد الصروح الطبيه المتقدمه جدا في بلدنا كلها، مش بس في وسط الدلتا. هي مستشفى متقدمه جدا بعدد اسره ضخم، اكثر من 749 سرير واكثر من 18 غرفه عمليات، وفيها جميع التخصصات الطبيه المتقدمه ومجهزه باحدث تجهيزات تكنولوجيه يمكن اللي وصلت في العالم كله. فالحقيقه هي فخر لبلدنا كلها، وهي عنوان لفلسفه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق حياه كريمه حقيقيه لاهلنا في المجال الطبي على الاقل. لانها الحقيقه بتدي فرصه وبتتيح فرصه متقدمه ان احنا نقدم افضل رعايه صحيه وافضل تشخيص وافضل علاج لاهلنا في وسط الدلتا وفي جنوب مصر كلها. احنا مستشفيات جامعه طنطا مفتوحه الحقيقه ولجميع المواطنين المصريين بدون اي مقابل، وبيقدم ليهم خدمات يعني عايز اقول مش 5 ستار بقى يمكن 7 ستار يعني. طيب جهود الدولة لتطوير المستشفيات الجامعية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وكمان يعني بصحة المواطنين، وان يبقى في زي هذه النجاحات اللي احنا بنتابعها دلوقتي في جامعة طنطا يا فندم. الحقيقة الدولة يعني انا طبعا مش هقدر اتكلم عن الدولة كلها، لكن خليني اقول لحضرتك ان يقينا الدولة يعني لا تدخر وسعا على الاطلاق في انها تقدم كل شيء جيد لأهلنا وأولادنا وأسرنا، وخصوصا في المجال الصحي رغم الأزمة الاقتصادية اللي العالم كله بيعاني منها. لكن الحقيقة الدولة لا ما بتستخسرش خالص في الصرف في هذا المجال، ويمكن ده زي ما احنا قلنا لأنه هو مبني على الفلسفة الأساسية لفكرة حياة كريمة وتحقيق الحياة الكريمة سواء في التعليم أو في الصحة أو في تحقيق حياة متميزة لأهلنا في كل ربوع مصر. والحقيقه جامعه طنطا ليها نصيب كبير في هذا يعني في هذا العمل، انها بالفعل الحقيقه احنا تلقينا احدث زي ما بقول احدث تجهيزات واحدث المعدات الطبيه المتقدمه زي ما بقول، برضو رغم الازمه الاقتصاديه ورغم المشاكل اللي واجهها العالم خلال العام ونصف اللي فاتوا من جراء الحرب الاوكرانيه الروسيه وتوقف سلاسل الامداد وغيره، لكن الحمد لله قدرت التجهيزات توصل بلدنا وقدرت التجهيزات توصل مستشفى الجراحات. وحقيقه قيام الجامعه بانها تبدا اول عمليه جراحيه هو مؤشر لان المستشفى كلها تقريبا بدات بكل اقسامها تعمل، لان زي ما حضرتك تعرفي ان عشان نقدر نشغل قسم العمليات ده معناه ان انا بشغل كل اقسام المستشفى سواء اقسام الاشعه التشخيصيه، اقسام الاشعه التداخليه، اقسام الكاس لاب او قسطره القلب، الاقسام الخاصه بالمناظير، الاقسام الخاصه بالعيادات الخارجيه، الاقامه جوه المستشفى، الانتنسيف كير او الرعايه المركزه، كل هذه الاقسام في النهايه قمه العمل فيها هو ان احنا نجري عمليه جراحيه. فالحقيقه القصه مش ان احنا بس بنجري عمليه جراحيه كافتتاح لوحده العمليات، لا ده هو الحقيقه ده معناه ان المستشفى بقت جاهزه لانها بالفعل تقدر تقدم خدمات بشكل كامل لكل اهلنا في وسط الدلتا. طيب تاهيل الاطقم الطبيه والتمريض والعاملين في المستشفيات الجامعيه لخدمه المرضى يا دكتور. الحقيقه احنا عندنا وده كلام حقيقي يعني، ويعني احنا عندنا افضل اطباء وافضل تمريض يعني مش عايز اقول في العالم، لكن خلينا نقول انه من افضل التمريض وافضل الاطباء اللي موجودين بالفعل. وحضرتك يمكن تعرفي ان يمكن مستشفيات في اوروبا والولايات المتحده كثير جدا ما هتلاقي فيهم مصريين، وخاصه في المملكه المتحده وفي المانيا.
المصريين موجودين في كل حته واطبائنا موجودين في كل مكان، وده دليل على ان التعليم الطبي والتعليم بشكل عام في بلدنا بالحمد لله بخير رغم الامكانيات اللي هي قد لا تكون يعني بالمقارنه بامكانيات الموجوده في الغرب، طبعا احنا اقل يعني، لكن بالرغم من كده كفاءة الناس اللي عندنا متميزة، وهم كلهم ناس بيكملوا تعليمهم في مرحلة الدكتوراه أو مرحلة الماجستير، وبيتدربوا في مستشفيات في فرنسا وفي انجلترا وفي ألمانيا وفي كل الدول المتقدمة، وبيرجعوا الحمد لله للجامعة برؤية جديدة ومدارس علمية جديدة، وبيقدروا يعني بنحاول احنا نحقق لهم نفس الامكانيات اللي شافوها في المستشفيات الكبرى في الدول المتقدمه، وهم نفسهم اللي امبارح كانوا بيشيدوا بالامكانيات اللي موجوده في المستشفى وبيقولوا انها يمكن افضل من الامكانيات اللي هم شافوها في الاماكن اللي اتدربوا فيها في الدول الغربيه. فاحنا كل ده الحقيقه مبسوطين، مش عشان المستشفى في حد ذاتها، ولكن مبسوطين عشان خاطر اهلنا اللي احنا بالفعل احنا جايين نخدمهم كخادمين ليهم في الوطن وبلدنا، ودي رساله مهمه جدا من رسائل الجامعه. الجامعه مش بس التعليم ولا البحث العلمي، الجامعه هي خدمه للمجتمع، واكبر خدمه نقدمها للمجتمع هي الرعايه الصحيه، وخاصه في الامور الشديده التخصص والامور اللي هي بتحتاج تخصصات معقده او متداخله. كان في كمان يا فندم، يعني احنا عارفين حياه كريمه والقوافل الطبيه تقريبا جابت كل محافظات جمهورية مصر العربية، وصلت كمان طنطا، كيف ترى هذه القوافل الطبية ما قامت بعمله في طنطا يا دكتور؟ الحقيقة جامعة طنطا من الجامعات يعني المتميزة جدا في موضوع يعني المشروع الرائد ومشروع القرن حياة كريمة، وخاصة في موضوع القوافل الشاملة. يعني احنا مش بس الحقيقة بنقدم قوافل طبية، جامعة طنطا مقدمة خلال عامين 537 قافلة، يعني واخدين شعار، احنا الحقيقة تحت شعار قافلة كل يوم. احنا بنقدم قوافل طبية وقوافل توعوية وقوافل تنمية اقتصادية وقوافل تمكين اقتصادي وقوافل لمحو الأمية، قوافل في كل المجالات اللي هي بترتفع بالمستوى المعيشة ومستوى الحياة، تحقيق حياة أفضل لأهلنا في يعني الأماكن اللي قد تكون بعيدة شوية عن المدن. والحقيقة من الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى حققنا نجاحات كبيرة جدا في هذا المجال، وأصبحنا يعني حتى بنخرج بره الإطار الجغرافي بتاع وسط الدلتا. يمكن احنا عندنا قوافل راحت للأقصر، قوافل راحت لحلايب وشلاتين، احنا قوافل راحت يمكن كمان خارج القطر المصري كمان. الحقيقة احنا بنبذل مجهود كبير في موضوع القوافل الطبية، وبنشوفها برضو ده جزء مهم جدا من خدمة المجتمع ورسالة لأهلنا. الرسالة اللي هي رسالة الريس اللي احنا دايما بنحاول نوصلها لأهلنا، ان احنا بنقول لهم مهما انتوا كنتوا بعاد عننا مكانيا، الا انكم كنتوا في قلوب القيادة السياسية وفي قلوبنا جميعا، واحنا جنبكم في اي وقت وهنوصل لكم في اي مكان، واي حد بيحتاج اي يعني تدخل طبي اكبر او جراحة او غيره بيحول على مستشفيات جامعة طنطا وبدون أي تكلفة على الإطلاق. أنا طبعا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذا الحديث الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، كنت ضيفي عبر الهاتف في إكسترا اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.